آسفة إني تأخرت عليكم. أول شيء مساء الخير، شلونكم، شو أخباركم؟ اليوم حبيت أجيب لكم موضوع شوية خارج نطاق المكياج وهالأشياء. أتوقع هذا كل البنات ينطرونه وكل البنات يستخدمونه، وأكيد شيء أساسي اللي هي العناية في الأسنان. بقول لكم أول شيء معلومات بشكل سريع، بعدين أقول لكم أفضل المنتجات اللي أنا بالنسبة لي جربتها على مدى سنوات طويلة ووصلت حق يعني تقريبا أفضل المنتجات، راح أوريكم إياها. طبعا المتعارف عليه أن اللي مسوين أسنانهم تلبيس أو قشرة أو أي شيء تجميلي لازم يعتنون في أسنانهم أكثر من الأسنان الطبيعية. أنا أشوف الأثنين نفس الشيء، لازم الاعتناء سواء مسوي تجميل أو مو مسوي تجميل، بس اللي مسوين تجميل لازم يعتنون بزيادة لأنه في قشرة أو طبقة على أسنانهم. أول شيء بتكلم عنه الماوث ووش أو غسول الفم، هذا من أجمل الأنواع لأن طعمه مقبول ومطهر فظيع، وجربت وايد وايد ماركات، هذا اللي فاز يعني أفضل غسول فم عندي أنا أو مطهر، طبعا ما أدري كم سعره، رايح سعره فظيع. بالنسبة حق أفضل أنواع معجون الأسنان اللي استخدمتها، أنا دائما من زمان من أول أيام فتحت السناب كنت أصور لكم هذا النوع من المعجون اسمه الجيديوم، هو يعمل على عدم تكون طبقة البلاك البكتيرية والجير، هذا فظيع وايد حلو ما له طعم، يعني أنا هذا عندي نمبر ون أفضل معجون أسنان عندي هذا. بالنسبة حق اللي عندهم مشاكل في لثتهم، بارودونتكس أفضل معجون أسنان حق اللي عندهم انتفاخات في اللثة أو تكرمون مثلا عندهم نزيف، هذا أفضل معجون أسنان حق اللي عندهم مشاكل في اللثة. أوكي طعمه شوية يعني لكم عليه، بس فعال جدا. بالنسبة حق معجون الأسنان اليومي اللي حسسني بانتعاش وكذي أحب طعمه، هذا 3D Crest اللي هو Healthy Shine، أخذ الهيلثي شاين أو البيرل اللي باللولو، وايد أحب طعمه، يعني أحب طعمه حق انتعاش عرفته وكذي، حلو حلو وايد حلو. إني على خيط الأسنان والواتر بيك، هذا الجهاز اللي أنا تميت أفتر وأدوره، ويعني مو كل مكان موجود، اللي هو اللي يصير جهاز الدفع الماي فيه جدا قوي عشان تستخدمينه بين الأسنان وينظف اللثة. حلو، ما شفت وايد أنها فعالة، أنا عندي الخيط وبس، يعني أنا حتى شوفه بس بوريكم سعرها، شوفوا كم سعرها، 36.5، يعني حتى مو رخيصة، سعرها مو رخيص، وبس ما عطتني هذا يعني النتيجة. جهاز بنات الواتر بيك حلو، مو يعني ما أقدر أقول لكم مو حلو، يعطيك هذا الإحساس الانتعاش والفريش وتحسين يعني لثتك نظيفة لأن الدفع دفع الماي وايد قوي، بس مو مثل مال العيادات، مال العيادات تحسين أصلا يعني شيء مو طبيعي، يعني هو مو قوة الدفع مالته مو مثل مالت العيادات، عرفتوا؟ جهاز العيادات مال تنظيف الأسنان هو اللي أقوى. فأنا لو تقولوا لي مقارنة مشاعل شنو الأفضل، الواتر بيك ولا الخيط، راح أقول لكم الخيط صراحة وبس. نطلع من هذا الموضوع كله حق الناس اللي مو مسوين أسنانهم وشوية عندها تحس أن لون أصفر على أسنانها، أو تحس مثلا ما تبي تسوي تجميل أو ما تبي تبيض الأسنان، بوريكم منتج من ماركة آفا المصرية، هذا اسمه آفا، هذا باودر بنات يقوي الأسنان ويحافظ عليها من التسوس ويزيل طبقة الأسنان ويعطر الفم. بنات هذا ما يستخدم يومي، هذا يستخدم مرة واحدة فقط في الأسبوع فقط. فكرة هذا باودر، طبعا هذا الماركة آفا بعدين بقول لكم عنها، هذا حق الناس اللي يشربون قهوة وايد وعندهم تصبغات في الأسنان، مثلا أمهاتنا مثلا أو الحريم الكبار تلاقين شوية أسنانهم مثلا من شرب القهوة شوية صفر، هذا المنتج يعني، أو حتى عندك مناسبة تبين أسنان تشي فجأة تلمع، استخدموا هذا، بس كثرتها أبدا مو زينة، أبدا مو زينة. يعني هو في منه أنواع وايد بالفلورين بالمسواك، يعني كل واحد له نكهة وطعم، أرد أقول مرة ثانية وأأكد كثرتها مو زينة لأنها تشيل طبقة من الأسنان.
فتستخدمينه مرة واحدة بالأسبوع، أو إذا كان عندك مناسبة وتبين الأسنان شوية تلمع تستخدمينه. أكثر من كذي لا، خلو أوريكم شكله من داخل. يكون كذي مسكر، لازم نفتح الحين، نفتح نتفه جزء بسيط أفتحه، يعني مو كله أشيل القصدير اللي فوق. فتحته بس هالنتفه. طبعا لازم تكونين مفرشة أسنانك بمعجونك العادي، تيبين فرشتك تبلينها بالماي، وتيبين طرف الفرشة تغطينها بهذه البودرة وتفرشين أسنانك. لازم تكون الفرشة وايد سوفت وناعمة، لأن قلت لكم إذا حطيتي بودر وايد على الأسنان مع فرشة خشنة ممكن تضرين أسنانك. أوكي، الحين أصور لكم المنتج. موجود ترى بكل الجمعيات وسعره وايد رخيص، وأنا هالماركة أعشقها. قلت لكم ماركة يتم تصنيعها في مصر، بس رائعة الماركة. الحين بوريكم منتج تاني من ماركة إيفا. شوفوا إيفا نفس الشركة، بس هذا المنتج اسمه بي وايت. عندهم، قلت لكم الشركة مصرية، صناعة مصرية. عندهم ماسكات، ماسك الخميرة وماسك التبييض ومزيل العرق، هذا الديودرنت رائع، كلمة حلو شوية عليه، وسعره وايد رخيص. وين خلاش، يمكن سعره نص دينار، 400 فلس، وايد رخيص وايد. هذا سعره 550 فلس من جمعية العدلية، تلاقونه عند العطارين، تلاقونه عند كل الجمعيات. أهم هذا مزيل عرق وايد حلو. عن قبل لا افتح بوكس بوتيكات قاعدتيني اسئله، مع اني جاوبت، والله جاوبت، بس ماكو فايده. مشاعل، هل هذا المنتج علاجي؟ نهائيا لا، انا قلت علاجي، انا ما يبطار طاري العلاج، قلت تجميلي وكثرته مو زينه، نستخدمه فقط عند اللزوم. سمعوا الاسنان باي.